اللي روع السودانيين في كل مكان. احنا بنحييكم وعبركم بندي رسائل لاهلنا في كل مكان انه نحن لن نتراجع ولن نستسلم ولن نتفاوض مع اي جهه مهما كانت. ما في جبهه ولا مسيره تخوفنا لا كتل، ما بنموت الا بيومنا، وما في زول بيجي وعوجه الا بيومه. عشان كده احنا حنمشي وراسنا فوق وحنقاتل وراسنا فوق، ما حيستسلم. سمعنا بانه في مفاوضات، نحن مفاوضات زي ما قلت بنرحب بها، لكن اللي بيدعو للمفاوضات منه وبيدعو منه؟ نحن الحكومه السودانيه ما الجيش برا بقاتل، مواطنين بيقاتلوا، الحركات الموقعه للسلام بتقاتل، الشعب السوداني كله قاعد يقاتل. عشان كذا اذا في مفاوضات يجب انها تكون بمشاوره الناس ذي ومشاركتهم ورايهم. واذا في مفاوضات يفترض انه يعترف بالدوله السودانيه. هذه الدولة يجب ان تكون معترف بها وقاعدة وتتم مشاورتها قبل ما تنعقد المفاوضات. حتى الناس اللي بيدعوا هسه السعودية وامريكا اذا عندهم دليل يعملوا مفاوضات يجونا يقعدوا معانا يورونا الراي وشنو يوريوا راينا حتى نمشي نتفاوض ثاني. نحن ما عندنا اي مفر من اننا نخوض هذه المعركة، ما عندنا حل. المعركة دي مفروض عليها. شوفنا هسه هذه المعركة مفروض علينا وحنمشي فيها للنهاية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.